من هو ميخائيل نعيمة؟ هو الشاعر والكاتب والقاص والناقد اللبناني ميخائيل نعيمة. ولد في 17 من تشرين الأول سنة 1889 في جبل صنين في لبنان، من قادة النهضة الثقافية والفكرية في المنطقة، وله العديد من المؤلفات باللغة العربية والإنجليزية والروسية، والتي تعتبر من أفضل الأعمال في الوطن العربي والتي حفظت له مكانة رفيعة في عالم الأدب. أنهى ميخائيل نعيمة مرحلة المدرسة في المنطقة التي ولد فيها، في مدرسة الجمعية الفلسطينية، ثم أكمل دراسته الجامعية في مدينة بولتافيا في أوكرانيا، وذلك بين سنتي 1905 و1911، حيث اطلع في هذه الفترة على اللغة الروسية وأصبح متعمقا في الأدب الروسي، ومن ثم ألحقها بدراسته للحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على الجنسية الأمريكية وانضم خلال إقامته إلى الرابطة القلمية التي أسسها مجموعة من الأدباء العرب الذين عاشوا في الخارج. عاش ميخائيل نعيمة حياة طويلة امتدت لمئة عام، قضى أغلبها في قرية الشخروب الجبلية، والتي تتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر خلابة، والتي تقع قريبا من البلدة التي ولد فيها، بلدة بسكينتا، حيث أحب العزلة والتأمل، ووجد في هذه القرية ما يبحث عنه، فكان ينعزل بقرب الشلال ليفكر في مؤلفاته وكتاباته وطبيعة الانسجام بين الإنسان والطبيعة والله، حيث لقب لاحقا بلقب ناسك الشخروب. يعتبر ميخائيل نعيمة من أكثر الكتاب اطلاعا على الثقافات الغربية وخاصة الروسية والأمريكية، وله العديد من المؤلفات باللغتين بالإضافة إلى اللغة العربية، وتتميز بأسلوب يختلف عن أسلوب الأدباء العرب في تلك الفترة، حيث أنه كان يحاول أن يتخلص من الزخرفة والكلام الزائد، ويميل إلى وصف الأحداث والسرد، ويميل أسلوبه إلى الإيجابية والتفاؤل والبساطة والوضوح والصراحة. ويلاحظ القارئ لميخائيل نعيمة قدرته على النقاش والإقناع، كما أنه كان يبتعد بشكل واضح عن الطائفية والعنصرية خلال كتاباته. تم جمع مؤلفاته الشعرية والنثرية في 8 مجلدات، ومن مؤلفاته كان يا مكان، همس الجفون، البيادر، جبران خليل جبران، صوت العالم، هوامش، اليوم الأخير، الغربال، كرم على درب الأوثان، زاد الميعاد، في مهب الريح، النور والديجور، وغيرها الكثير.